أعلنت وزارة الدفاع الصينية تنفيذ تجربة أخرى لمنظومة اعتراضية مضادة للصواريخ، وصفة الخطوة بأنها دفاعية وليست موجهة ضد أي بلد. وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن تكنولوجيا الاعتراض الدفاعية الأرضية المضادة للصواريخ جرى اختبارها داخل حدود الصين، وأشارت إلى وصول الاختبار إلى أهدافه المتوقعة. يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه الصين الأبحاث لتطوير أنواع الصواريخ كافة.